أعلنت الدولة أن العاملين سيصرفون الزيادات الجديدة التي وجه بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارا من اليوم، وذلك على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين، إذ تمت زيادة على غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة. هذا ويستفيد منها 4,500,000 موظف بتكلفة سنوية تبلغ 16 مليار و400 مليون جنيه.